أنا باعتقادي لا صقرا للفصائل المقاومة والصلح العراقية، ولكن كسياسة واقعية أنا أتصور بأنه يجب أن نقول نتحدث عن إيران وأمريكا ولا نتحدث عن العراق والفصائل المقاومة المسلحة وأمريكا. بالتالي القرار الأساسي للفصائل المقاومة والصلح العراقية هو مقرب أكثر إلى طهران من الأطراف الأخرى. فأتصور أنه هناك الصراع ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيين يعني الآن تفادوا كثير من الأزمات الداخلية بصعود الرئيس الإصلاحي، وتهندسوا طريقة هندسية متكاملة على أن يكون الرئيس الجمهورية هو الشخص بزشكيان الحال. فالإيران نأت بنفسها عن الصراع الموجود وحولت الملف إلى يعني نوابها في المنطقة. فلذلك تصوري أنه حتى وإن كان الفصائل، يعني الآن الفصائل المقاومة المسلحة اللي لديها صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، إما تعمل على فتوى هي الفتوى تأتي من طهران، وإما هي حليفة مع حزب الله في لبنان. ورأينا كثيرا في الحالات الماضية أنه قراراتها كانت متقاربة إلى قرارات حزب الله لبنان. فأنا بتصوري أنه وإن كان يفهمون أنه في الظرف الحالي الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تتراجع عن مصالحها، سوف تفعل ما تفعل إلى آخره، هم القرار لم يكن يعني 100% باختيارهم. هذا اللي أريد أقول. فلذلك أنه باعتقادي وبتصوري أنه يجب التفاهم مع إيران، وإلا أنه يكون هناك هدنة مع الفصائل وإيران تختلف على مبالغ محتجزة لديها عند أمريكا وتصعد وتقصف. يعني الآن اللي اللجنة العراقية رايحة واشنطن للمفاوضات، الآن وزير الخارجية بالنيابة الإيرانية هو موجود بواشنطن. يعني الآن مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إيران ما تعرف أنه رد الكيان الصهيوني الغاصب كيف يكون على اليمن، ولكن تأتي مسيرات ما أدري من جاية ستضرب الكيان الصهيوني بهذه الطريقة، والرد يكون بهذا الرد القاسي. ما يدرون أنه كيف كان رد الكيان الصهيوني على غزة، ولكن أيضا دخلوا بنفس الصراعات. فأنا بتصوري أنه كما أنه القوات العراقية تحتاج إلى معلومات استخباراتية من الجانب الأمريكي على أنه كيف كان نهوض داعش أو صعود داعش أو إمكانيات داعش أو إمكانيات الجيش العراقي، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها مصالح في العراق. من الممكن أنه ترصد البرنامج النووي الإيراني في إيران، ترصد القوات المسلحة الإيرانية في إيران. فهذا صراع إيراني أمريكي يجب على العراق أن ينأى بنفسه من هذه المعضلة. أولا كما تفضل الضيف، اقتصادنا مو ذاك الاقتصاد القوي، قواتنا مو ذيش القوات القوية. يعني احنا نتمنى انه يقال عن العراق افضل الامور، نتمنى ان يقال عن العراق بانه قوي متكامل، ولكن الواقع غير. يعني احنا ما لازم كلنا نكون متمنين، الواقع غير. طيب اخرجنا الولايات المتحدة الامريكية وطلعوا الامريكان مثل 2011، والان جميع القرارات تقول بانه كان الخروج من متسرع ولم يدرس بكل الجوانب. ماذا كان النتائج؟ دخول داعش، سقوط ثلث العراق، شهداء، ضحايا، أرامل، ومن دفع الثمن؟ الشعب. يعني يقول ولا يحمد حامد إلا ربه ولا يلوم لائم إلا نفسه. كون يلومون نفسهم اللي صار بهذا، مو يجي ينعاد، مو تجي تنعاد هاي الظروف المأساوية اللي مرت على بلدنا.